السلام عليكم. أولا أحب أرحب بقراء موقع هي. أنا أقدم نفسي الدكتور يحيى كيوان، استشاري أمراض القلب التداخلي في مستشفى الكندي التخصصي في دبي. بالبداية أحب أتكلم على أنواع الصيام. في الواقع يوجد ثلاث أنواع، أنا أتكلم الصيام عن الأكل يعني. الطريقة الأولى للصيام هو الطريقة اللي إحنا المسلمين نتبعها، وهي الصوم أثناء النهار والأكل أو الإفطار أثناء الليل، هذا كلكم تعرفوه. في نوعين آخرين أنا حبيت أتكلم عليه، أكو نوع من الصيام يسموه intermittent fasting. intermittent معنى الصيام المتقطع. شنو هذا intermittent fasting؟ هو كمان هو هذا في نوعين. النوع الأول الإنسان في 24 ساعة يأخذ مجموع سعرات حرارية 600 كالوري باليوم، أكثرها تكون من الخضار والألبان، وفي يعني حسابات موجودة هذا 24 ساعة. اليوم الثاني يقدر يأكل إيش قد ما يقدر يأكل يعني حتى 2000-3000-4000 كالوري باليوم الآخر يقدر يعوض عنها. هذا ثبت. النوع الثالث هو يسوي intermittent fasting لكنه بس مرتين بالأسبوع، يعني مو بين يوم ويوم، كمان مرتين بالأسبوع يأخذ 600 كالوري، والثاني يوم ثالث يوم يأكل براحته، يجي يوم آخر يأخذ 600 كالوري أو سعرات، واليوم الثالث والرابع يأكل قد ما يحب. ثبت الجسم أنه إذا جوعت الجسم لمدة يوم كامل وأعطيته كالوري قليلة، باليوم الآخر تنفرز هرمونات في داخل الجسم، هذه تساعد على زيادة الهضم بدرجة كبيرة أكثر من اللازم. معناه إذا أنت تحب علميا أنه تؤدي إلى نقص في الكوليسترول، تؤدي إلى السيطرة على ضغط الدم، وكذلك تؤدي إلى تنظيم كمية السكر في الدم. وثبت أيضا أنه أكثر المرضى اللي يسوون هذا النوع من الفاستينج صيام، قسم من عندهم كثير وقفوا علاج أو أدوية الضغط، توقفت بعد ما يحتاجها. قسم كثير منهم وقفوا أدوية الكوليسترول، وقسم كثير منهم خففوا درجة الأدوية اللي يأخذوها للسكر، وحتى وزنهم نقص. الشيء الآخر اللي إحنا أكثر الناس يسألوه هو هل يوجد خطر على الناس اللي عندهم أمراض القلب عندما يصومون؟ أجيب لكم أمثلة. مثلا الإنسان اللي عنده الضغط، اللي عنده ذبحة صدرية، اللي عنده جلطة، اللي عنده كوليسترول، هذا لا يوجد مانع من الصيام أبدا، وإذا حافظ على كمية السعرات الحرارية اللي يأخذها يعني بالليل ما يزيد بالأكل أو كذا، أنا متأكد أنه نسبة الكوليسترول ونسبة ضغط الدم أكيد راح يكون مسيطر عليه بكل سهولة. الشيء الآخر اللي الناس تسأله، هل يوجد نوع أو ناس اللي عندهم أمراض القلب اللي يجب أن لا يصومون؟ أنا في رأيي الشخصي أكثر أمراض القلب ما عندهم أي مشكلة إذا ضبطوا أوقات الأدوية مالتهم بالفطور وبالسحور اللي مرتين باليوم. أما اللي عنده عجز بالقلب واللي نسبة عضلة القلب ضعيفة جدا ويأخذ أدوية كثيرة، فيفضل أنه يعني إذا قدر ما يصوم يكون أفضل، لأنه جسمه يحتاج أدوية ممكن كل 6 ساعات، جسمه ممكن يحتاج أدوية كل 8 ساعات، ممكن يحتاج إلى سوائل يلتزم بها في أوقات معينة. فيفضل أنه هذا الناس فقط هو يعني يحاول ما يصوم.